توجد جمعية أمل إنزكان فئة الذكور ونادي الجديدة للغوص فئة الإناث بلقب البطولة الوطنية للسباحة بالزعانف والغوص الرياضي في فئة الفردي، والتي احتضنها المسبح الأولمبي التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. تتويج جمعية أمل إنزكان جاء بعد تصدرها للترتيب ب 251 نقطة، متبوعة بجمعية الجمارك في المركز الثاني ب 140 نقطة، ثم جمعية الجديدة التي حلت في المركز الثالث ب 137 نقطة. أما في فئة الإناث فتوج نادي الجديدة للغوص باللقب بعد تصدره للترتيب ب 234 نقطة، متبوعا بجمعية مركب محمد الخامس التي حلت في المركز الثاني ب 188 نقطة، ثم نادي الجمارك في المركز الثالث ب 147 نقطة. كان تواجدوا الآن في واحد العرس الرياضي اللي كيتوج سنة كاملة ديال المجهودات والمنافسات اللي كانت في مجموعة ديال المدن، مدينة أكادير، إنزكان، دار البيضاء وجديدة. الآن عندنا جوج ديال التظاهرات، التظاهرة اللي كانت بالأمس اللي هي ناجافيك بان السباحة بالزعانف، واليوم كان تواجدوا في البطولة المغرب بالغوص الرياضي. التظاهرة الرياضية شهدت منافسة قوية بين السباحين والسباحات الذين أبانوا في هذه المسابقة عن مؤهلات عالية. الدراري كاملهم فرحانين على الترتيب هذا، من ناحية التدرب اللي كانت عندهم تدرب شاقة بزاف، والحمد لله هذا من فضل الله ومن فضل المدربين ومن فضل الجامعة الملكية على التنظيم هذا، كنشكرها بزاف على التنظيم. وتأهل إلى نهائيات بطولة المغرب للسباحة بالزعانف والغوص الرياضي حوالي 160 سباحاً مثلوا 14 جمعية رياضية من مختلف أنحاء المملكة.